اهلا بحضراتكم. شوفوا القصه بتاعت المجتمع والاسره المصريه دي قصه انا مش حاسبها، ورغم ان احنا طول الوقت معنيين باللي بيحصل في السياسه وبيحصل في الاقتصاد والاوضاع والاسعار والسلع والمرضى والتعليم والملفات الكتير اللي هي مهمه وعلى راسي من فوق، بس انا مقتنع ومؤمن طول الوقت انه المجتمع ده وسلامه المجتمع وسلامه بنيانه اللي هو قائم على النواه الصغيره بتاعته اللي هي الاسره، لو اختلت لو تفككت لو تفتتت لو باظت ولا ليها لازمه كل الحاجات اللي احنا بنعملها، لان احنا كل المجالات دي الدستور والاستثمار والاقتصاد والقوانين بنبنيها عشان الفرد عشان البشر. فلو الفرد والبشر ده طلع في بيئه متشرده وبيئه منحله وبيئه متفككه وبيئه مش عارف كذا يبقى ملوش لازمه اي استثمار تعمله. الاسبوع اللي فات انا كلمت حضراتكم عن واحد من اهم الاخطار اللي بتهدد سلامه المجتمع والاسره المصريه وهو الطلاق. وافردنا له مساحه كبيره جدا واتكلمنا عن اسباب الطلاق المبكر واسباب شيوع الطلاق واستسهال الطلاق عند الرجال وعند السيدات. عشان ما نبقاش سلبيين طول الوقت وعشان ما نبقاش بس متشائمين وعمالين نطلع الجانب الاسود من الصوره، الجانب الابيض فيه ان ناس تانية زينا مهتمه ومتفاعله مع هذا الملف وبتفكر وبتحاول تضع حلول وبتصنع مجموعه من المبادرات وبالفعل صنعتها وبقى ليها تاثير ايجابي. ضيوف اللي مشرفيني النهارده مشرفيني اصحاب مبادرات وافكار ليهم علاقه بنفس نوع الاهتمام اللي انا مهتم بيه هنا في البرنامج وهو سلامه المجتمع المصري. خلينا نرحب بيهم منورني على الهواء مباشره في استوديو الحياه اليوم. مشرفانا الدكتوره صفيناز قنديل مؤسس حمله ايدي في ايدك نبني بلدنا. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا زي حضرتك. ايدي في ايدك بس هو المسافه بعيده لكن انا معاكي نبني بلدنا. شرفنا ايضا الاستاذه نور العمروسي مؤسس مبادره معا لانقاذ الاسره المصريه. اهلا وسهلا زي حضرتك. ومشرفني الاستاذ وليد عبد المقصود المستشار القانوني لمبادره معا لانقاذ الاسره المصريه. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. زي حضرتك. شرفنا. ليه يعني ليه التفكير؟ قولوا لي من الاول كده قبل ما تقولي المبادرات ايه اللي خلاكوا تفكروا تعملوا مبادرات؟ طبعا نسبة الطلاق العالية دي كنا عايزين نعرف ايه سببها، لما نعرف اساس اي مشكلة عشان نعرف ازاي نحلها. طبعا هو كان فكر خارجي للأسف ان احنا عايزين يتدمر مجتمع بيبدأ من الأسرة المصرية. وده اتلعب عليه للوطن العربي ومصر بالأخص، ده من بعد حرب 73 كان أول رئيس وزراء لإسرائيل قالك لن نحارب مصر من بعد 73 بالسلاح. وقد كان إزاي إن إحنا عشان النهاردة ندمر مجتمع يبدأ من الأسرة، يحصل عملية تفكك. أي طفل هيبتدي ينشأ في الأسرة هيكون لي طبعا ما عندوش انتماء للأسرة تلقائيا، مش هيبقى عنده انتماء للوطن، أي فكر غرب هينتمي ليه. وقد كان طيب هم درسوا حاجات كتير قوي وهي الأحكام عندنا والتشريع والقوانين. النهاردة لو المرأة المصرية تدخل محكمة هل هتاخد حقها ولا لأ؟ وبعد مدة زمنية قد إيه؟ النهاردة ولا النهاردة امبارح؟ أنا بتكلم عن مدة زمنية من سنوات. أنا بتكلم امبارح ولا النهاردة؟ النهاردة بتاخد حقها تلت ومتلت. لا 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 في واقع أنا لا لا في واقع ماشي. لكن إحنا مش هندخل في التفاصيل ماشي. أنا بقول إيه أصلاً سبب؟ مش أيام أريد حلاً. أنا بقول إيه سبب اللي وصلنا ليه لنسبة الطلاق العالية دي؟ لا ماشي أنا بقول لحضرتك بس في النص ما ناخدش بس حق كده زيادة. لا 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 ما أنا هثبت لحضرتك بواقع. الست دلوقتي بتاخد حقها تالت وتالت في المحكمة، ده الراجل اللي بيجي لنا يشتكي. بعد أي مدة زمنية هي بعد قد إيه؟ فده هيكون من يعني كلام تاني فيه أو هرد على حضرتك فيه. هو الخلع ده في قد إيه يا دكتور؟ لا يعني في ست شهور ده طيب. حد ادنى طيب. وطبعا المستشار يقدر يقول وفي ناس طيب بتطول اكتر من كده يعني. فاتن حمامة قعدت سبع سنين في المحكمه. طيب خلينا نقول ان مش دي قضيتنا، هي فكره ان حضرتك اهتميتي بالقصه بسبب ان شفت ان الطلاق ايوه عشان خطر على سلامه الاسره، لان ده يعتبر انا بالنسبه لي شايفاه ان هو امن قومي عشان ابني طبعا. مجتمع صح يبدا من الاسره، فكانت دي فكرتنا ان احنا عايزين نبني مجتمع وهي دي سلاح الارهاب الحقيقي. طيب. انا لما ابني اسره صح هو ده هو ده قبل ما نخش في الفكره لسه هندردش بس بنشوف بس الدوافع. اتفضلي يا استاذه نور. بالنسبه لفكره المبادره بتاعتنا معا لانقاذ الاسره المصريه، هي كانت بناء عن المشاكل اللي بتواجه السيدات والاطفال في محكمه الاسره، لان انا لما بكتب قضيه
اللي بتواجه السيده في محكمه الاسره مش كفايه ان انا اكتبها وانشرها، فكان لازم هي محتاجه مساعده، فانا بساعدها من خلال المبادره. انا بقدم لها محامي مجاني، بقدم لها مساعدات ماديه، مساعدات علاجيه، بوفر لها وظائف، لان طبعا النفقه علشان هي ترفع نفقه بتقعد وقت طويل مع من متحكم لها، فهي هتصرف ازاي على اولادها؟ طب هي الاوضاع دي لسه مستمره لحد دلوقتي؟ مستمره حضرتك لحد بهذا العناء في المحاكم بالمده لحد عايزه اقول لحضرتك المشاكل، بس انا هكلم حضرتك الاول على بقيه المبادره. بنوفر برد الوظائف، بنوفر ان انا بعرف بعض المشاكل من خلال بعض البرامج، لان انا ببقى محتاجه تعاون من المسؤولين في حل المشاكل دي. بالنسبه بقى ان موجوده، موجوده حضرتك بتقول المراه واخده كل حقوقها في محكمه الاسره. لا ما قلتش كل، بشوف بص هيقولوني ويسكنوا الستات عليا. انا لسه قلت دلوقتي ان الفرق واخده حقوقها. ايوه الوضع مختلف، وان الست دلوقتي بتقدر تاخد حقها بس بدل ما كانت بتاخد. في مشكله بقى حضرتك، هي بتاخد فعلا حقها، بتاخد حقها وبتاخد الشقه وبتاخد اللي مش عارف الايه وبتاخد ايه وبتاخد هدومي وبتاخد القايمه وبتاخد. لا ما انا هقول لحضرتك على حاجه، هو كويس جدا هي فعلا بتاخد احكام من حقها كل حاجه، ولكن في التنفيذ لا ما بيتنفذش حاجه. لا دي قصه ثانيه. طب يبقى ده كله. أيوة يبقى كده ما خدتش حاجه. انا مش معترض. يبقى هي كده ما خدتش حاجه، هي خدت حكم على القانون ومدى توفيره لحقوق الزوجة. القوانين دلوقتي بتهيألي ميسرة جدا لحقوق أوكي الزوجة. أوكي ما هي بتاخد حقها على الورق. أيوة لكن أنا على أرض الواقع. أنا معاك بقى هنا ساعتها تنفيذيا، نتكلم فيها تنفيذيا الثغرة فين. هي دي المشكلة. أسمع بس أستاذ وليد وبعدين نتكلم سوا. بص يا فندم، لما جت في دماغي تأسيس مبادرة من أجل إنقاذ الأسرة المصرية، كان الهدف كل الأسرة المصرية بالمناسبة، المثلث الأسرة، الطفل والمرأة والرجل. المبادرة مش بتنحاز لحد على حساب حد. كان المفتاح بتاعي في الشغل أو العمل الاجتماعي دوت كانت أحداث 2011 رغم تلاها، لما شفت أطفال كتير من الشعب المصري، أطفال أسرهم متفككة تم استغلالهم في جرائم سياسية، تم استخدامهم في جماعات. بدينا نبحث، بعض الإحصائيات بتقول إن عندنا 2 مليون طفل شارع، 80% منهم من أسر متفككة. بدينا نبحث أكتر، لأن إن معدلات مصر في نسب الطلاق بتاعتها أصبحت أعلى معدل على مستوى العالم. أنا طبعا يعني بختلف مع الأستاذة الدكتورة الفاضلة، إني مش بس فكرة يعني طول الوقت إن الغرب عايز يدمرنا، إحنا أصلا بندمر أنفسنا، إن إحنا ابتعدنا عن قيمنا وعاداتنا. مصر عندها دلوقتي بمنتهى الصراحة أزمة في الأخلاق، مفيش حد بيدي حقوقه. ظاهر القانون الظاهر بتاعه هو حقوق المرأة، ولكن باطنه إن عشان حضرتك تجيب حق، مين راجل يقدر يستطيع بأنه يعيش بلا دخل لمدة حتى شهر؟ إن حضرتك ممكن أم تتسول داخل محاكم الأسرة 6 شهور وسنة وسنة ونص عشان خاطر تجيب حكم نفقة، ووعي ثم ترفع دعوة اسمها دعوة حبس عشان خاطر تكمل الإجراءات. طيب مين أب النهاردة بيستطيع أن يحضن ابنه ويحتضنه ليلة حتى لو الأب ده بينفق أو صحيح. هتجد طيب المثلث الثالث مثلا في المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية بتتكلم على مسألة الرؤية، بيقول لك للأبوين طب هو الابن مش من حقه يشوف أبوه؟ لنفرض أن الأب مثلا نسيه أو الأم نسياه، هو ملوش حق أنه يشوفه؟ طبعا. عملنا مشروع لتعديل قانون الأحوال الشخصية. المبادرة هدفها في الأساس أول حاجة أن احنا نشوف المجتمع من القاع، زي ما حضرتك في بدايتك الرائعة اتكلمت على فكرة السلام الاجتماعي. احنا هنقول وبنقول دايما للمشرع المصري والبرلمان المصري ان حضراتكم وانتم بتعملوا اي قوانين، الانسان المصري لن يستطيع ان يتقدم ولن تستطيع ان تكون هناك نهضة طالما ان الاسرة المصرية متفككة. صحيح. لما يكون الاب والام في ساحات المحاكم وبتراشكوا واصبح في ضرب في الرؤية واصبح في مشاكل كبيرة بتحصل وخطف اطفال، لا ده في عصابات دلوقتي بتستخدم ده قصة اطفال، واصبح الجروبات اللي بتحصل والكلام بقت حرب بقى، واهلي وزمالك وبنضرب بعضينا وبنتراشك بالالفاظ، اصبحت حالة صعبة جدا. في سنة 92 ماليزيا مرت بالمشكلة دي، أصبحت كانت أعلى معدل طلاق على مستوى العالم. الزعيم الماليزي ماهيتير محمد قال أنا مش ممكن هعمل نهضة في ماليزيا إلا عندما تستقر الأسرة. عمل إيه؟ مراكز إصلاح الأسرة، خلى كل زوجين أو يعني هنيجي نتكلم يا أستاذ وليد عن فكرة الإرشاد الأسري دي ومراكز الخبرة والتخصص اللي ممكن تفيد الأسر، بس هي فعلا الفكرة في الجرعة الأخلاقية، في جرعة التربية اللي طول الوقت على مدار القرن العشرين احنا ما كناش على فكرة اغنى حالا في مصر من الوقت اللي احنا فيه. طول الوقت كنا بنعدي بأزمات، وكان عندنا نكسة 67 وكان عندنا 56 وعندنا طول الوقت اقتصاد حرب، ولكن كانت التماسك المجتمع والجرعة الأخلاقية اللي كانت بتعمل المناعة ضد التفكك طبعا. هو ده اللي عدتنا.
طبعا الخطوره دلوقتي ان المناعه دي مش موجوده طبعا. ممكن سرطان بقى التفكك والتقسيم والتشتيت يفت في عظم ال ربنا يستر. فكرتي في ايه يا دكتور؟ احنا كحمله حمله ايدي في ايدك نمنا بلدنا الحمله دي هي من 2015 كويس. كان هدفنا الرئيسي اصلاح الاسره المصريه تمام. الحمد لله احنا عندنا مستشارين صحه نفسيه، مستشارين لفض المنازعات. هدفنا الرئيسي ان احنا نرجع كل اب وام للمسار الاسره الحي. تمام. الحمد لله احنا اكتر من 500 اسره وعندنا داتابيز بالكلام دوت، اكتر من 500 اسره تم الاصلاح وما دخلوش محاكم اسريه بالفعل. طبعا مش ان احنا نصلحهم على بعض وخلاص، لا، ان احنا بيبقى فيه زي روشته كده دكتور بيتقال لهم شفنا الكيمياء اللي بينهم نقدر ازاي نخلي الكيمياء بينهم ونخلقها. تمام. ده كله ناتج من ايه؟ ناتج من ان انا النهارده عشان انا نفسي اشوف الاطفال اللي موجوده. احنا عندنا 9 مليون طفل، يعتبر انا من وجهه نظري بقول مشرد لان في اسره منفصله. تمام. احنا عندنا 4 مليون مطلقه، يعني احنا كل 6 دقائق حاله طلاق بمعدل 250 حاله يوميه. طب درستوا اهم اسباب حالات الطلاق دي؟ طبعا في بعض نقاط في اللي قابلتني الحالات، في الامور الماليه، في طبعا تدخل من الطرف يعني لو الاخر. لو حاولنا طبعا من غير حاجات محدده بس لو عملنا نعمل نسب، يعني السبب الرئيسي اللي بيؤدي لمعظم حالات الطلاق ماده ولا اختلافات في الافكار ولا حاجات تانية مش هينفع اقولها؟ اكتر الحالات اللي قابلتنا التدخل. حاجات مش هينفع اقولها؟ لا ليه؟ لا مش موجودة. بس انا مش موجودة من ضمن موجودة. المشاكل. اكتر المشاكل اللي موجودة هي الطرف الثالث اللي يدخل بين الزوج والزوجة. ومواقع التواصل الاجتماعي هي كانت نسبة كبيرة للطلاق. دي اكتر الحالات الموجودة لان ما فيش كيمياء، كل واحد شايف التاني احسن. احنا بقينا في حالة حرب. مع اني والله شايف ان ما اني في مواد دي عملت خدمة فظيعة للزوجين. ما احنا بنستخدمها استخدام يعني. مواقع غير التقاطع صحيح. الاجتماعي وليست التواصل بالك. مع التقاطع دي لا انا كلامي محدد ازاي. بلاش في ده. انا بكلمك في ايه؟ انه على مستوى تكامل الاسره وتقارب الاسره واجتماع الاسره مع بعض وبتاع، طبعا السوشيال ميديا بهدلت الحكايه دي. ده الهدف المحترم النبيل اللي اتعملت من اجله. تمام. اللي هو الاسره انها تتجمع على ترابيزه الغداء، على ترابيزه العشاء، انها تتجمع مش عارف كده. لكن انا بتكلم على الزوج والزوجه اللي بيقعدوا، فالزوجه طول الوقت تقول له كلمني وانا مش لاقي حاجه اقولها، فما هو التواصل الاجتماعي خلى الزوجه تقعد تتسلى شويه تبعد عن كده. في فطور. لكن خلينا بس ايه؟ في فطور بين الاسره المصريه. ولا الفطور حتى بيجي والله ولا بناكل. ما بقاش في موده ولا رحمه. ده حقيقي. قولي يا استاذه نور الابعاد اللي حضرتك قلتها لي اهداف الحمله دي هتطبقوها ازاي على الارض؟ احنا طبقناها بالفعل. تمام. احنا قولي لي اليات تطبيقها دي. احنا عندنا حالات بالفعل في المبادره، يعني على سبيل المثال احنا عندنا اصل محكمه الاسره دلوقتي ما بقاش فيها قضايا الخلع والطلاق بس. كويس. لا بقى في انكار النسب. انكار النسب ان اللي بس انا احنا عايزين نلحق قبل ما نروح للمحاكم. ما احنا محتاجين حضرتك حاجه. واخد بالك بالفكره؟ يعني انا مجرد ان انا وصلت للمحكمه انا صعبت عليا الحل. طبعا. صح؟ طبعا. انا عايز الفكره انه ازاي الحق القصه. لا ما احنا قبل ما يعني في ناس بالفعل خدت احكام خلع واحنا يعني عند لجنه التصالح قدرنا ان احنا نوفقهم مع بعض بعد ما خدت حكم. فعلا. دي حالات عندنا. ايه ضغطوا عليهم بايه؟ لا والله احنا بالود واتكلمنا ومن خلال لان احنا عندنا مديره للجنه التصالح. الاساسي الاطفال ده اللي بنضغط عليهم من ناحيته. فانا هتكلم هي حرام عليكم اولادكم وحق اولادكم مستقبل الاطفال. لان التفكك الاسري ده بيأذي الاطفال طبعا. بس مش بس كده، بتدخل كمان اخصائيين نفسيين واجتماعيين، لان احنا عندنا في المبادره. هل الناس في المرحله دي يا استاذ وليد بيسمعوا؟ هو بص حضرتك النسب اكتر اللي بيوصلوا للحته دي بيقطعوا ودانهم. النسب اكتر، النسب اكتر قبل دخول ساحات المحكمه. تمام. كل خلافات في الاول عشان نكون صادقين. عايز اكمل نقطه مهمه كانت الدكتوره بتتكلم فيها، اللي هي مساله اسباب الطلاق. الرصد اللي انا رصدته بفضل الله عز وجل على مدار سنوات طويله في المجال دوت، ان في نسبه مهمه جدا جدا المخدرات، وخصوصا المخدرات التخليقيه. طبعا. طبعا انا عندي قضيه، يعني كان شارب احد العقاقير المخلقه، ادها 64 غرزه بالقطر.
في وشها وفي دماغها، يعني المخدرات دلوقتي بتعمل جانب سيء جدا جدا جدا. في كل الاحوال بتعمل جانب سيء جدا جدا، وبتاثر على سلوكيات الانسان، وبتاثر كمان على مستوى في العمل. ايوه انا قلت افيه دلوقتي، الناس تضحك عليا. ايوه ايوه كده بس كمل بقى. لا والمطبخ برده بس بس السلاح ده ما يقدرش على المصريين. هو انه افيه سياسي على حاجه ما بنحبهاش لازم تضحك من قلبك. السلاح ده ما يقدرش على المصريين. في واحده اثناء تنفيذ ضم الاطفال كانت واخده ضم الاطفال، اثناء التنفيذ جوزها برده ضربها بالمطوه عادي، يعني مش قاطع عادي. بالمطوه. هي قصه، هي قصه في كده انه ال 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 الشخصيه المصريه اختلفت، يبدو انها اختلفت. طبعا طبعا. عشان كده احنا بنطالب بتعديل قانون الاحوال الشخصيه في ذلك الوقت. بس انه ايه يا استاذ، ما خدي بالك احنا هنا بنتكلم على الشخصيه التركيبه. يعني انا برضو مش ما انا بحبش احط رهاني طول الوقت على القانون وعلى مش عارف. ما انا هقول لحضرتك انا فكره النفس البشريه دي لو ما اتظبطتش برافو عليك، ولا قانون والله هو ده. وهو ده المشروع اللي انا كان قدمته في البرلمان المصري. ان انا عامل فقره فيه احنا محتاجين نحط في التعليم الاساسي ماده انا سميتها ماده التربيه الاسريه، يسموها هم زي ما يحبوا. تعلمنا يعني ايه اسره، تعلمنا ازاي نربي اولادنا، تعلمنا ازاي نختار شريك الحياه، طب تعلمنا كيفيه اداره الازمه اللي بيحصل ازمه، طب لو انفصلنا اللي هي الحاجات اللي كانت ابهاتنا وامهاتنا ده ابوك كذا وكذا او امك كذا وكذا، ونغير على سلوكيات الطفل. ازاي نتعلم ان احنا كبار لما يحصل مشكله لا خش يا بابا جوه الطفل الصغير او الطفله ونتكلم مع بعض احنا، بعيد عن ان احنا نحط له ترسبات. نتعلم ازاي نبعد عن العنف ضد الاطفال وضد المراه، لان العنف الطفل اللي بيشوف العنف ده يا بيطلع انسان عنيف يا بيطلع انسان سلبي جدا جدا وبعالة على المجتمع. فاحنا بنتكلم على ماده ده ماده في المدارس بالمنظر ده بنروح نشوف الماده المحترمه يضحى خبراء من علم النفس وعلم الاجتماع. صح. وايضا من الازهر الشريف تعلمنا القيم، تعلمنا حقوقنا وواجباتنا. طيب ازاي ان انا النهارده لما انفصل مظبوط انا بتكلم على انكار النسب. دي القضيه دي بقت ظاهره في محكمه الاسره دلوقتي. ان الاب بيرفض تسجيل الطفل ويستخرج له شهاده ميلاد. ليه؟ بيتهرب من المسؤوليه. دي بقت ظاهره، يعني عايز اقول لحضرتك وهو ابوه ومش بيكتفي بكده. طب بالراحه بس، انا وهو بيتهرب وهو ابوه، وهو ابوه والزوج على ذمته شرعي. ايوه شرعي ورسمي. في ناس جواز رسمي وجواز شرعي ورسمي. ده الطفل شبهه حته منه كربونه. جواز شرعي ورسمي. انا بتكلم الكلام ده ما كانش فيه. طب انا طالما شرعي ورسمي اتهرب ليه؟ ما انا هقول لحضرتك على حاجه. زمان ما كانش فيه ان انا الاب، يعني ايه اب ما يسجلش الطفل؟ طبيعي ان الطفل بيتسجل حتى بره الغريزه. يعني دلوقتي بالرغم ان في قانون الطفل اللي هو 126 لسنه 2008 من حق الزوجه والزوج واقاربهم تسجيل الطفل بموجب اختار الولاده والعقد الزواج واثبات علاقه الزواج. تعالي دلوقتي لو الزوجه رايحه تسجل الطفل، لا لازم الاب. طب في خلافات بينا، طب اقعدي بقى 4-8 سنين الطفل مش متسجل احنا، وبعدين الموضوع ما بقاش بقى ان احنا مش مسجلين الطفل بقى، لا بقى مرتبط بالجريمه. يعني احنا عندنا في المبادره واحده جوزها باع الطفل الاعضاء لتجار الاعضاء ب 100,000 جنيه دجال. واحده جوزها حقن البيبي بحقنة الترامادول عشان يتخلص منه، وواحده تانية جوزها عشان ما يسجلش الطفل اتهمها بممارسه الرذيله. طبعا دي بس دي حالات بقت كتير. طيب مش حاله واحده. خلينا نروح للدكتوره. هو تاكيدا او لكلام الدكتور بالكلام ده، احنا لازم يكون في عندنا، ودي كانت المبادره من خلالنا بنقول لازم ننشئ وزاره اسمها وزاره الاسره المصريه. وزاره الاسره، وزارة الأسرة المصرية. تعمل إيه؟ الوزارة دي هتبني أساس أسرة، يعني هتكون على أساس محورين. المحور الأول الفكر، لازم نبني أسرة فكريا بطريقة صحيحة عشان نرجع القيم والمبادئ والأخلاق. لا لا أنا معاك إنها لا أنا معاك إن الفكرة حلوة وأهميتها ما حدش له خلاف عليه، بس أنا قصدي هتعمل إيه؟ يعني أنا دلوقتي الحكومة عملت لي وزارة وأنا بقيت وزير الأسرة. أوكي. همارس دوري ازاي؟ هعمل ايه؟ هي بتنشئ اساسا على الداتابيز، يعني بحطها تحت ثلاث اسر، اسره تحت خط الفقر، اسره متوسطه الدخل، واسره اللي هي غنيه. تمام. وهي دي اللي هتكون اللي بتغطي معايا الشغل الاقتصادي، لان المحور الثاني للوزاره اقتصاديا، يعني انا بخلي مصر هي الصين الثانيه، بخلي كل مراه او كل اسره جوه بيتها بتعمل مشروع تبقى مرأة منتجة. بالظبط كده. أنا من خلال الوزارة دي أنا نشأت حاجتين، نشأت الفكر الحقيقي
ونشأت اقتصاد وقفت جنب البلد، إذا كانت الأسرة بشكل عام أو إذا كانت الزوجة، ده بالإضافة لإيه؟ بالإضافة للتواصل اللي فعلا إحنا بنتواصل في الجامعات والمدارس. أنا بروح بهتم بالمدرس عشان يبقى ليه طريقة صحيحة مع الأولاد في المدرسة، بهتم بولي الأمر بجيبه عن طريق الطالب، ببتدي أتكلم معاه وأنا عاملة زي أهداف كده إزاي نربي الأسرة طريقة صحيحة عن كل مرحلة دراسية. الجزء الثالث الطفل من أول كي جي 1 لغاية الجامعة. كل واحد ليه مدخله وليه طريقة، وأنا بجمعهم عن طريق كل مجموعة مدارس، عن كل إدارة تعليمية، وابتدي أتكلم معاهم. أنا ببني فيهم. أنت عايزة يعني تشرحي تشرحيها يعني. أيوة. تقسمي الأسرة وتتعاملي مع كل عنصر باهتماماته بأوضاعه بخدماته. وفي الآخر إحنا بنكمل دايرة واحدة وهي الأسرة المصرية. الوزارة دي مهمة جدا، الجامعيات والمؤسسات المفروض هي تدعم معانا. بس هو حد هيرد عليك يا دكتورة ويقول لك طب أنت جبت فكرة دي، ما فيش دولة في العالم عاملة فكرة الوزارة ليه؟ طب إذا كانت الإمارات لا عاملة سعادة حاجة تانية. طب ما هي ده جزء من السعادة، هو أنا لما أسعد الأسرة المصرية وأبنيها حقيقي. على فكرة مش ضدها والله، اعملي 14 وزارة للأسرة. أنا لو عايزة مني أمضي لك دلوقتي. أنا بتكلم على إنه حد يقول لك يعني طب ما المجتمعات التانية كلها شغاله واسرها كويسه من غير ما يبقى عندها وزاره للاسره، هو ده اللي برد بيه عليك. اصل انا بشتغل يعني دلوقتي مشكور عن المبادره بنشتغل بنفس المحاور، وانا بشتغل في نفس المحاور، لكن النهارده احنا لما نكون تحت امبريلا تحت مظله معينه احنا هنقدر نعمل حاجات كتير قوي. طب تعالي انا بايد حضرتك في الفكره دي، وتعالى انا بقى لو ارد على الاستاذ تامر واقول له الحاجه ام الاختراع. احنا صحيح. النهارده ليه هنعمل كده؟ لان احنا اصبحنا اعلى معدل طلاق وتفكك على مستوى العالم، فما فيش ابدا ما يمنع ان احنا في مرحله فاصله ومهمه وزمنيه ان احنا نعمل حاجه. ده 28 مليون بيدخلوا محكمه، ربع سكان مصر يا استاذ تامر، ربع سكان مصر بيدخلوا المحكمه. ده الرقم ده كبير شويه. هقول لحضرتك ليه، لان هقول لك ازاي، لان احنا بنتكلم في 4 مليون مطلقه، لما بتدخل بيكون معاها المستشار بتاعها، معاها الشهود بتوعها، معاها الاب او معاها الام، معاها ماشي كده ماشي. لا. لكن الرقم بس عشان بس لا لا هو هي القصه اللي 4 مليون مطلقه هيقابلها 4 مليون راجل، خلاص عشان نكون بنرجع بالشهود بقى اللي هم افراد التقاضي يعني. كمان بقى عائلات المتقاضين اللي بتدخل. النهارده انا شايفه وجهه نظري، الرجل المصري بيخلي المراه تدخل المحكمه ليه؟ هو ده السؤال اللي برضه لازم نحله. هو انا ليه حاسس ان الحلقه دي ضد الرجل؟ بالعكس، انا دايما اقول هقول لحضرتك، انا دايما اقول اذا كانت المراه المصريه نصف المجتمع بل هي المجتمع كله، فالرجل المصري هو تاج وسند للمراه المصريه. يا سلام. طبعا يعني بعد ما بقت وراء كل رجل عظيم امراه، بقى الرجل هو اللي سند للمراه. طبعا ازاي مش هو ده اللي هيحمينا؟ بالبلانس هو اللي حصل، هو ده اللي بيحميني. ايوه انا مش معترض. بص يا دكتوره، بس انا هنا يعني احنا دخلنا جوه فبدل ما المشاكل. ايوه الاول كان ايه؟ ما هو الزوج يا استاذ تامر، نسبة كام يا دكتور؟ بيذل الزوج من الراجل اللي بس ده تغلغل خطير. الراجل من الاول المرأة بتقول لك احنا عايزين مساواة مع الرجل وحقها وحقها ولازم يبقى مساواة. انا ضد فلما ده لما جت بقى انا ضد ده حقيقي. ضد ايه المساواة؟ انا ضد ان انا بقى اساوي. انا برجع للدين اللي بيقول إذا أمرت المرأة أن تسجد لغير الله، لا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والراجل والرسول عليه الصلاة والسلام قال لك رفقا بالقوارير. إحنا بعدنا عن الدين. أيوة يا أستاذ. يا دكتورة أنا مش معترض، بس شرعا علاقة الزوج بالزوجة دي قصة، لكن أنا بتكلم على فكرة. أيوة لأن ما فيش إنسانية فين؟ ما هو بادئ منين؟ بادئ من بادئ كل صراع ان بعدنا البعد التام. طب سيبك بس الحكايه دي، بس الراجل مش سند في النهايه، بس سيبك من عشان ما تنسنيش. كل واحد يسند نفسه يا دكتوره. الرجل المصري هو سند المراه المصريه، واحنا عمرنا ما كنا ضد الرجل. مش معنى انا بتكلم عن حقوق المراه، 80% المراه فعلا نشوف المحاكم قد ايه بيدخلوها. ومش معنى ده ان انا بقول ان الرجل وحش، لا، في منهم مظلومين فعلا، وانا بيجي لي ناس كده. في اب بيبقى نفسه يشوف اولاده واخد حكم. طيب يبقى احنا هنا بقى، برافو عليكي بقى، يبقى احنا هنا مربط الفرس عندنا هو الحق. بس الحق يكون للمراه، يبقى احنا مع المراه. يبقى لابد من تغيير قانون الاسره لصالح الطفل. الحق هو ده مع الرجل من. يبقى احنا مع الرجل، يعني فكره ان احنا مش مع انثى او رجل، احنا مع الحق ايا كان صاحبه. وهو صحيح. عيب نقول ان قانون الاحوال الشخصيه يغير لمصلحه الاسره كلها، الراجل والمراه والطفل.
عيب نقول هو فيما يمنع يعني شرعا وقانونا او انسانيه ان اب محترم وبيصرف على اولاده ان ياخد ابنه يبات بيه يوم ولا يبات بيه يومين؟ ممكن نقول الكلام اللي بجد بثانيه واحده، ممكن نقول الكلام اللي بجد. واضح ان في مشكله، لانه اكيد المشرع احنا عندنا افضل مشرعين في مصر وعندنا الدساتير والقوانين ووضع القوانين عندهم خبرات كبيره جدا. افضل مشرعين في مصر زمان ولا دلوقتي؟ ما سمعتكش. طيب اللي انا بقوله ان احنا عندنا افضل مشرعين في مصر وجهابذة قانون وناس محترمه جدا، تمام، واضح انه في مشكله ان انا اعمل قانون يدي كل الاطراف حقها. اكيد في حد هيزعل، مش كده؟ طبعا. المشكله بقى ان الحركة اللي قلته من شويه، ان ازاي الاسره كلها تبقى مرضيه والزوج يبقى مرضي والزوجه مرضيه والاطفال حقهم مضمون، في حين ان حضرتك اقررت دلوقتي ان في طرف هيزعل. ازاي بقى؟ ايوه، ان انا احقق العدل. يعني ايه احقق العدل؟ ما هو العدل من وجهه نظر مين؟ بص يا فندم، العداله عمياء، ما بتشوفش طرف على حساب طرف. انا عايز العدل من وجهه نظر مين؟ العدل من وجهه نظر، هو انت لو قلت ادي العدل هو كذا وكذا، الطرف اللي زعلان ده يقول لك ده مش عدل. بص يا فندم، قانون الاحوال الشخصيه مش بس هيكون في حوزه البرلمان المصري، ايضا هيعرض على الازهر وهيئه كبار العلماء ومجمع البحوث الاسلاميه، حاجه كبيره جدا. ده قانون مستمد من الشريعه الاسلاميه. نشوف نقطه نقطه في القانون. وانا من هنا عشان حضرتك فتحت نقطة مهمة جدا، بسجل للتاريخ ان انا طول عمري بدافع عن قضايا الأسرة كلها، وخصوصا عن فقرة كمان الاستضافة مع النفقات مع خطف الأطفال مع كل الفقرات، تمام. لكن لو القانون المصري، لان انا جات لي انباء بتقول ان البرلمان هيشرع فقرة واحدة بس، لو تم تشريع فقرة واحدة بس انا هقف ضد الفقرة دي. ايه يعني شرع فقرة واحدة بس؟ يعني هم ناويين يشتغلوا على نقطة واحدة في القانون كله، مشكلة واحدة ويخلصوها، وبقية القانون يؤجل الى 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 حين ما يشرع. يعني كتير طبعا، يعني ايه من يا اما القانون يشرع كله يا اما المرأة بتبقى عايزة اربع حيطان تقعد فيها وتحتوي ولادها. مش معنى ان انا او يوصل الطفل لغاية سن 15 سنة دخول الاطفال المحكمة ويشوفوا ثلاث قضاة قاعدين ويحكموا عليه على الأب عشان يدي لقمة العيش لابنه، دي قاسية إن الطفل يشوف حاجة زي دي. فأنا النهاردة في فقرة من فقرات مشروع قانون اللي قمت بتقديمه للبرلمان المصري للجنة المرأة، إن إحنا بنطالب بعدم حضور الأطفال تماما ونهائيا أمام محاكم الأسرة لما يتعرضوا له. طب لما يبقى عنده يا ستة 15 سنة هقول لحضرتك البديل، لما يكون في ضرورة والقاضي يريد سماع أقوال الطفل أو يريد تخييره، ينتدب عضو من نيابة الأسرة يستمع أقوال الصغير بره خالص في مكان كده هادي، مكان يحتفظ بأدميش. مع احترامي للناس دي، مع احترامي لرأي حضرتك، هيحصل تغيير. الطفل يعني دايما تغيير. بيبقى عنده شفافيه وعنده مصداقيه. احنا ما ندخلوش المحكمه ونسمع يعني كلامه بره. هو لا هو بره. طب بره. في مرة انا عايز اقول حاجه، هو نفسيا متازم من دخول المحكمه، مش متازم ان الاب رافض ان هو يصرف عليه ويعلمه؟ طب انا اقول لحضرتك على حاجه، الحاله دي قدامي يعلمه ويوفر يا دكتور السكن. الحاله دي جات لي طفل 9 سنين، واكرر 9 سنين. لما حاولت ان انا اكلم والده هو رفض ان يشوف ولا يسال عليه ولا بيشوف ولا بيرفع رؤيه. تمام، الولد بيقول لي انت عارفه يا دكتور انا بروح يوم الجمعه اصلي واقول ايه؟ ربنا يخليكي لينا يا ماما وربنا ياخدك يا بابا، لانه ما بيشوفوش ولا يعرف شكله ايه. بنقول وولد صالح يدعو له، يعني ايه ابنك يدعي عليك وانت حي؟ دي كلمه قاسيه. طبعا انا حولت نفسيا للطفل. في ميولها. طب انا هقول لحضرتك برضه على سويه تجاه طب هقول لحضرتك انا شفت الحالات جايبه مثلا خلانا يولع في الرجاله. انا الحالات اللي بتكلم عليها في الشارع ممكن اجيب ثانيه واحده يا استاذه نقول بقى عشان ده طب انا هقول لحضرتك بناء على الكلام برضه، في 500 حاله ثانيه لو جبت لك رجاله مش يصعبوا عليكي. بس قله قليله. طيب يبقى اشمعنى المثال مش ده؟ 20% 80% المراه، هو مين اللي المفروض يصرف على مين؟ ده بيروح يتجوز زوجه ثانيه ويخلف منهم. احنا لاقيين ناكل عشان نتجوز. والله عندي واحد متجوز 3 و4. يا ستي ربنا يوفقه ده ويدينا. ما هو بيصرفش على الاولانيه، ما بيصرفش على الاولانيه اساسا نعرف يعملها ازاي. لكن هي السؤال، خلينا نجري ورا الحق مش ورا الحق. انا يهمني القانون. تديني فرصه اتكلم يا دكتور، حول انا ما شفتش حد بيتكلم اكتر من المذيع ابدا في حياتي، عمر ما ضيف جاي يقطع المذيع. في الحاله دي يا سيدتي ثانيه واحده، نجري ورا الحق مش نجري ورا تيه مربوطه ولا مذكر. اكيد انا معاك وايدك في الكلام ده، بس انت بقى فكره انه الراجل وحش كذا كذا والمراه عايزه. طب انا قلت لحياتك ان في زوج بيدور على اولاده. انت كل كلامك يا دكتوره ما تاخديش بالك، بس احنا طول الوقت بتقولي ايه؟ بتقولي احنا عايزين ندور دلوقتي ان المراه ازاي نجيب الراجل لسه مش عارف ايه، ان الحاله اللي عندي كذا كذا. هو امال هو اتجوز ليه؟ مش المفروض هو الراجل اللي بيصرف؟ ده واجب عليه.
احنا بنقول اصول. هو انا معترض على الراجل يصرف؟ انا بقول انه الهدف هو ان الاثنين يبقوا مرضيين، والهدف ان لو الراجل مظلوم نجيب له حقه، والست المظلومه نجيب لها حقها. مظبوط؟ بالظبط. هو ده، مش فكره، مش كلام طول واقع الوقت بقى. الراجل شيطان والست واقع، ويبقى واقع. اللي هو ازاي يبقى واقع؟ اللي حضرتك بتقوله ده انا بأيدك، بس يبقى واقع. احنا جايين عشان نعمل مجهود عشان هو ده يبقى واقع. انما انا النهارده والاساتذه هتخبط في الرجاله تاني. لا، والاساتذه بان احنا بنشتغل عمل فردي او عمل جماعي مصغر، غير لما تكون دولة قايمة على الكيان ده وتغيير الأسرة لصالح الطفل. حضرتك أصل احنا بنتكلم من واقع احنا بنشوفه بعينينا، حاسين بيه. صحيح. برضو؟ ايوه، احنا بنتكلم مع سيدات المحكمه. انا لما بقول ممكن تتكلمي مع رجاله ولا انت ما بتكلميش رجاله؟ ما فيش ما فيش في محكمه الاسره رجاله يا استاذ تامر، كلهم سيدات مغلوبين على امرهم. لا لا، في طبعا كل قليل. انا يعني نادرا ما بقابل راجل هتحاشوهم والله يكون جاي يرفع دعوه ضم لابنه مثلا، كل قليله. لكن الغالب السيدات. لا انا هقول لحضرتك على حاجه، استاذ تامر انا هقول لحضرتك على حاجه. في المحكمه يعني احنا عندنا في المبادره في حالات عنف الازواج ضد الزوجات. تمام. يعني ما شفتش حضرتك عنف الزوجات ضد الازواج؟ اجيب لك بمعنى اجيب لك يا استاذ. ما انا هقول لك حضرتك. لا ما انا هجيب لك اللي عندنا وسواطير واللي تامري بيه. معلش، ما انا عندي زوجه. وعلى فكره ما تخلونيش في النهايه ابدو كان انا عدو المراه. لا لا، هقول لحضرتك انا بس مش عايز الحلقه تبقى رايحه في سكه ان المراه مغموره والراجل ده 60 في 70. يا استاذ احنا بنتكلم من واقع. لان خد بالك يا استاذ، ما انا هقول لحضرتك. انا بقول لك اتفضل. احنا عشان العلاقه تستقيم ما ينفعش طرف يحس ان الطرف الثاني سلط عليه او اعطي حقوق خلته فوقيه. وانا بقول لك بقى هنا، والاستاذ وليد يؤكد كلامي، انا بكلمك كمشاعر الراجل. انا ابقى اسعد إن لو انا ساوي طبعا، يعني مش مريض ولا معقد ولا عندي مشكله، ابقى اسعد الناس لما تبقى الزوجه او اختي او امي اللي هي المراه معايا في المجتمع تبقى واخده حقوقها وحاسه بتحققها ولطيفه وكل حاجه، بس مش هبقى مبسوط لما احس انها دايسه عليا. عمري ما هديها ربع حقها ساعتها. ولو انا غلطان استاذ وليد يقول لي انا غلطان. طيب، ما انا بقول لحضرتك هو المشكله. لا مظبوط طبعا. ما انا هقول لحضرتك. بص يا فندم، لا انا عايزه اكمل على لا انا عايزه اتكلم على العنف. يعني انا لما زوج يرمي زوجته من الدور الثاني يكسر لها العمود الفقري، حضرتك شفت العكس عندنا؟ شفت. دي في المبادره شفت. يعني الزوجه هي مش كل حتى في عنفوانيه، يعني بنتكلم عن الامور داخل البيت. وقدرت ان هي تحطه تحت القطر. بقول لك حطيته تحت القطر ومات. هي قدرت يعني خدرته. اوكي. لكن انا بقول وده عنف ايه؟ عنف المخدر يا استاذه؟ ماشي، بلاش راجل وست ابوس ايديك. بس الغالب عندنا السيدات هي اللي مقهوره حضرتك. ماشي. طب يعني ممكن نعمل تسجيل بسيط قوي وندخل اي محكمه في اي منطقه وندخل نشوف كل فئات المجتمع، هتلاقيها الاغلبيه هتلاقي المشاكل فين. هتلاقي المراه داخله عشان تطلب نفقه، عشان تجيب كسوه للولاد، عشان تصرف على اولادها. حق الرؤيه، مين الغالبيه العظمى من المتضررين فيه؟ المتضرر المراه والطفل. ايوه، اكثر المراه والطفل. احنا مبادره للاسره مش بس الاكثر، لكن في 80% و20% لما الراجل بيكون متضرر. حق الرؤيه، حق الرؤيه المتضرر الاسلامي. لا انا المراه طبعا هقول لحضرتك على حاجه يا دكتور. لا معذره، انا لا انا ما خدتش بالي، معذره من حته الرؤيه، معذره. حق الرؤيه، الرؤيه ان الرجاله قاعده بتشحت على باب بتاع عشان بيتفرج بتشوف ابنه ساعه في اسم الشرطه ولا في الحزب الوطني زمان، هو الصديقه. لا لا لا، الاثنين. انا بسال مين المتضرر من قانون الرؤيه؟ الطفل. بص يا فندم، بص يا فندم، بص يا فندم، بص يا فندم، انا بمنتهى الامانه، انا بمنتهى الامانه. لما الطفل يقعد في الشارع هو اللي متضرر نفسيا. انا اهو ما اعرفش حضراتكم قبل كده، بس انا بقول لكم دلوقتي انا مش متاكد ان انتوا هتحافظوا عليا كراجل عضو في الاسره. ما تتكلموش انتوا الاثنين عن الاسره بعد اذنك. لا والله ما بهزر يا استاذ تامر. يا استاذ تامر حضرتك اذا كنت بتقول دلوقتي مين المتضرر، قلت لك الرجل. بعد اذنك يا دكتور، عايز يشوف اولاده. لا لا خالص، لان واقع الطفل ما بيتضررش ان هو يقعد في نادي ساعه. بتتكلموا عن الاسره، ما ينفعش انا اقلق منكم لان انا عضو في الاسره. بص يا فندم، انا بقول لحضرتك انا دلوقتي قلقت منكم. ما انا بسال حضرتك سؤال، الطفل لما يقعد في الشارع او يقعد في نادي زي ما حضرتك بيقول يشوف الاب ساعه، هو ده مش متضرر نفسيا؟ طبعا ما بيشوفوش خالص. مين بقى اللي معاه؟ الام ولا الاب اللي معاه؟ المتضرر اللي معاه الاب. ماشي اوكي. شكرا. بس مين السبب؟ قول يا استاذ وليد. بس مين السبب اللي وصل لكده؟ مرات الاب. اتفضل. لا الاب ان هو ساب الحما. عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه. لما قمت بتاسيس المبادره زي ما قلت لك احنا اسسناها للاسره،
يمكن استاذه نور مندفع اكتر لان هي بتتعرض لحالات فيها مرض في المحكمه لان هي عددها اكتر. لا طبعا والمبادره قولا واحدا وانا بكلم حضرتك يعني بعد اذنك يا استاذ نور. كلامكم في الاول وانتم بتتكلموا عن سامر. الاسره يا وزاره الاسره وهنا اتكلمت عن كيان الاسره فانبسطت اول ما دخلنا في التفاصيل لقيتكم رايحين يا استاذ سامر. انا عندي حالات فعلا جات طبيعي يشوفوا امراض فعلا. طيب انا ده موجود وعندي حاله واحده جات لي الطفل طلب من المحامي بتاع والدته ان يرفع قضيه عكس اللي هي ايه عايز يشوف والده لان والده ولا بيسال عليه ولا بيصرف عليه. احنا عندنا في المبادره اول قضيه رؤيه انا رافعها في مصر. بص يا فندم احنا المشكله ان الموضوع بقى اهلي وزمالك. عندنا تطرف يا اما مراه يا اما رجل وعداء شديد واصبحت الاسرار حتى الخاصه بيتم فتحها على مواقع التواصل الاجتماعي واصبحنا بنشوف ظواهر كارثيه في المجتمع المصري. الاسره كلها مداره من قانون الاحوال الشخصيه لا يرضي الله عز وجل ولا الانسانيه ان اب يشوف طفل في مركز شباب لمده ساعتين ولا ثلاث ساعات ما يقدرش ينفرد بيه ولا يجيب له كيس شيبسي ولا اي حاجه في الدنيا. ده ما يرضيش ربنا. ساعات بيبقى احنا بنتكلم ان الطفل مدار والاب مدار بس ساعات الطفل ده بيبقى عنده مثلا سنه ولا سنتين وصغير صحيح. الطفل مش حاسس لسه لكن الاب هو المدار. استاذ وليد وانا اعتقد طبعا انت فهمته. طبعا بص يا فندم انه عشان نتكلم عن صلاح الاسره المصريه الاسره المصريه دي قبل ما القانون لان احنا طالما وصلنا يا دكتوره للقانون يبقى احنا وقعنا في المشكله صح؟ أكيد. يعني انا في علاقتي لو حضرتك زوجتي او انا زوجك وبنتعامل مع بعض امتى هقول لك القانون بيقول كذا؟ لما نختلف. اكيد. لو احنا قاعدين بنتغدى الظهريه مش هقول لك القانون في ماده 142 بيقول كذا. فمعنى كده انه القانون ده عند الاختلاف، لكن انا عايز اتكلم عن الاسره في حالتها العاديه قبل دخول المحكمه. انا كزوج اديكي حقوقك لما اكون انا سوي وراضي ومش حاسس بقهر من ناحيتك ولا حاسس بسلطان جائر عليا ولا حاسس صحيح. ان انت عايزه تدوسي عليا او تاخدي حاجه من حقوقي او كذا صحيح. انا هديكي حقوقك وهستتك وهبقى قوام عليكي وهانفق عليكي وهبقى سند ليكي وكل عشان صاحب مبدا ايه؟ عشان صاحب مبدا عشان راجل ايوه عشان راجل لكن في ناس تانية لكن وانس للحظه ان انا احس الاحساس اللي حسيته منكم النهارده بتاع بالعكس ما خالص كل اللي بنتكلم من خلال لما تيجي الراجل لما تيجي الراجل تقولي له الرجاله هم الاكثر كذا وهم الاكثر بطشا وهم الاكثر عنفا وهم الاكثر اغتصابا وهم الاكثر كذا 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 اتضامن معاكي في مبادرتك ازاي؟ يعني استاذ حضرتك 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 من غير ما تشوف فين برضه حاسس فين كلمه انا كلمه الراجل جت على لساني ولا طول الوقت انا عمال اقول اسره؟ لا حضرتك انا اللي بقول اسره رغم ان انتوا ما بتقولوها. لا حضرتك خلينا نقول ان انا دلوقتي بسال سؤال انا عايز صلاح الاسره انا كلمه الراجل دي ولعه في الراجل. طيب احنا عايزين ما يدخلوش محاكم وقبل دخول المحكمه يكون هو ده هدفي ان احنا ما نوصلش للقانون رقم كذا والماده رقم كذا. ما انا قلت لحضرتك هو دخول المحكمه ليه؟ فكره وزاره الاسره عجبتني وتضامن فيها معاك الاستاذ وليد وقال لك دي فكره كويسه. فكره الاستاذ وليد كمان بتاع فكره التوعيه والارشاد سواء التعليمي او ان يبقى في مكاتب للارشاد بحيث ان احنا نلجا لها ويا ريت نلجا لها من غير مشاكل. بص يعني قبل ما تحصل مشكله يبقى طول الوقت في زي الدكتور النفسي اللي بروح افضفض له كل شويه كده ومش عارف ايه ده اللي موجود بالفعل عن واكتر حاجه يعني بيكون ما فيش بينهم كيمياء. فانا اللي بعمله ايه؟ عرفت قعدت مع الام عرفت دماغها بتفكر في ايه ايه اللي مش لاقيه فيها والعكس صحيح. ببتدي اعمل لهم زي روشتة كده بتتحط قدامهم بعد ما بجيب الاولاد ويبتدي هو ما بيشوفهمش ببتدي اجيبه لاني عارفه ان هي نقطه الضعف بتبقى عنده الطفل. فببتدي من هنا خلاص اكتملوا صلحوا حصل الصلح بينهم ويبتدي بعد شهر انا بشوفهم بناء عن ايه؟ بيكونوا عملوا ايه بقى؟ في الشهر ده كل واحد انا شايفه فيه مش لاقي ده في الطرف التاني فعامله له زي روشتة كده كل واحد محطوطه لذاها على المرايه في الاوضه. لازم اعمل ده لازم انا لازم اخلق الكيمياء بتجيب نتيجه؟ والله جايبه طيب نتيجه هي. وبعد ما بلاقيهم كويسين انا خلاص انا مش عايز انا بقول لحياتك 500 اسره. استاذه نور انا شايفه انا هسال حضرتك سؤال. نعم. دلوقتي الزوجه بتدخل محكمه الاسره ليه؟ ليه؟ عايزه تقنعني. بسال حضرتك سؤال. انا ما اعرفش ما بروحش. علشان بتدور على حق اولادها. كويس. بس لكن هي لو لحدها هي مش عاوزه حاجه كلها حقوق. اول حاجه اول ما الزوج بيختلف مع الزوجه اول حاجه يقول لها طل الولاد في مدرسه خاصه طلعيهم وديهم حكومه. ليه؟ هو انت لما بتنفصل عن الزوجه الفقر بيجي لك خلاص؟ يعني الزوجه اللي كانت هي بقى اللي غنيه وبيروح يتجوز ده اساسي. طيب كل الحالات كده في المدارس. انت هنا بتتكلمي برضو على اشخاص
في اعتقادي، الله اعلم طبعا بواقع الناس يعني، بس في اعتقادي اشخاص غير سويه مفيش ضمير، لا ما عندهمش ضمير، لا مالهاش علاقه بالضمير، ما بيراعيش ربنا في اولادهم. يا سيدتي العزيزه دي مالهاش علاقه بالضمير، دي لها علاقه بشخص سوي. انا في النهايه ولادي بعيدا عن ان انا طايق امهم ولا مش طايق امهم، متخانق مع امهم ولا مش طايق امهم، عايز ولادي دول يبقى احسن ناس. وانا مش معنى ان انا طلقتهم طلقت امهم ان انا اطلق الولاد، ما ده انا بقوله لك. يبقى هنا فلهاش علاقه بالضمير، ليها علاقه بانه في حاجه في الغريزه، زي بالظبط كده ما تقولي لي مش في ام بتقتل ابنها اولادها، في، فعشان كده اقول لك دي مالهاش علاقه بالضمير، دي ضد الغريزه. الام اللي ممكن تموت نفسها عشان ولادها ما ينفعش تموت ولادها، فلما تحصل يبقى ضد الغريزه. عشان كده ما بحبش اتكلم عن الاستثناء، انا احب اتكلم عن القاعده العامه. ما هي القاعده العامه، القاعده العامه ان الاب اب والام ام، المجتمع اصبح غير سوي. القاعده العامه في حاجة غلط للأسف في مسائل الأسرة، مفيش حد بيدي حقوق وواجباته. تعليق صادم، أنا أيوة. معاك إن في انحراف، إحنا مش هنحط راسنا في في الرمال زي النعام، هو العند بيوصل لحاجات كتير. أيوة. على مستوى يعني الأسرة يا جماعة، الإعلام بشكله العلمي بيقول إن إحنا لا نخبي ولا نعمم، تعميم خطأ، مش تعميم طبعا، فما ينفعش يقول المجتمع بقى غير سوي. الغالبية اللي في محاكم الأسرة كده، ماشي، حد بيقرر إنه يستخدم المال والإنفاق على أولاده كسلاح، مش مأكلهم. واحدة قررت تستخدم الأولاد ككر، مش هتشوفهم. أصبح الاتنين دول الطرفين مش سويين، فأصبحنا في حالة هنا اللي إحنا بنتكلم عليها في الأول، الأخلاق. صح. ان احنا مش عارفين نربي ولادنا. لو احنا استخدمنا الضغط بالولاد كسلاح ما بين الطرفين، هي دي المشكله، وهنا بتكمن الخطوره. فاحنا عايزين نصلح المجتمع كله. والحقيقه كمان بقى لازم، للاسف هضطر اتضامن مع الدكتوره صفي نصر. مش هتعرفي انا بهزر والله، تعبان على عيشك وبقدرك على فكره. ده النقطه لقيتها في النص، وهي فكره كمان ان احنا لازم نرجع للدين شويه، لشرع ربنا شويه. يعني طبعا. الاسلام والمسيحيه كلهم بيقولوا انه الاحترام والتسامح، حتى في الاسلام بيقول لك ايه، سرحوهن باحسان. يعني صحيح. حتى يوم ما تختلفوا مش باللقميه وبالبنيه ومش عارف ايه، اتفضلي وادي حقوقك وادي حقوقي. المقوله الشهيره، خش المحكمه وعيشي. هتطلعي ما بتتقالش كده يا دكتور. هو المشكله ان الحوار دخل في اتجاه ايه، راجل وست، وانا جاي على الحلول. وبعدين هقول لحضرتك على حاجه، هي الزوج لما مش بيرفض يصرف على اولاده، هي لما الزوجه بتطلب نفقه، ليه؟ عشان الاب مش راضي يصرف. طب انت عاوز مين يصرف على اولادك؟ وتعرف حضرتك يا استاذ تامر لما تعرف النفقه قد ايه، قضيه بتوصل معاك 300 400 500 جنيه بالكتير قوي، يوم ما بنقول كبيره 1000 جنيه. تقدر تقول لي تأكل ولا تعمل ايه؟ وعشان تدخل مدارس، مأكل ومسكن، مأكل ومسكن، لا ده عشان تدخل مدرسة يا أستاذ تامر والله لازم ما تدفع يا جماعة هي الأول وبعدين ترفع قضية. يا سيدتي العزيزة، ما هو أنا كلامي إنه برضو ده ملوش علاقة بالمرأة، ده يبقى راجل ناطع حلو كده، انبسطته؟ صح، ارتحتي؟ شفتي غنيتي لطيف كده؟ ده يبقى راجل ناطع أهو، مش عشان يا سلام يا سعادة. ده إيه الغل اللي اتجاه الرجالة ده؟ خالص، نيفر خالص، من اللي بنشوفه بس، مش اكتر. بنشوفه ادي اهو سيد الانطاعه اهو، بس مش تجاه المراه، ده يبقى نطع تجاه ابنه. ابنه ما هو ال1000 جنيه دي، صحيح. سيبك ولعي في الست، مش 1000 جنيه المفروض يصرفه على ابنه؟ فاكله وشربه وعلاجه ومدرسته وكذا وكذا وكذا. فهو هنا عشان كده بقول لك ان هو مش فكره كره في المراه، ده راجل غير سوي لانه بيظلم ابنه. يعني هنا الظلم الحقيقي واقع على ابنه مش على مراته. المحكمه انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، مش انتوا ثانية واحدة، هو انتوا مبادرات بتشتغلوا مع الحاجة في المحكمة؟ يعني فاتحين معاك مكتب في المحكمة لما تروح المحكمة بقى لجيلكوا؟ لا، ده انا حبيت مبادراتكوا انها تقيني شر الذهاب للمحاكم. هي المستشارة الإعلامية النهاردة المبادرة متعصبة شوية، فمعلش متعصرة وعايزة تولع في المحكمة. أنا هقول لحضرتك على حاجة، أنا الراجل ده سعادة الدنيا، معلش. أنا هقول لحضرتك على حاجة، بالنسبة للنفقة نيجي بقى، لما الزوجة بترفع قضية نفقة، التلاعب بالراتب ازاي؟ يبقى موظف يروح جايب شهادة فقر، يجيب شهادة انه بيصرف على والده، مامته رافعة عليه قضية على والدته، والدته المريضة، ممكن يتجوز ثلاث ستات بيحصل طبعا. انا والله ما بدافع عن الرجالة، انا بقول لكم الرجالة خلينا مرحلة قبل المحاكم، بس احنا بنطالب حاجة يا استاذ تامر، الرجالة فيهم بلاوي، احنا والستات فيهم بلاوي، احنا الاثنين عايزين حل. الله يفتح عليك، مش احنا جايين للحل، احنا خدنا الحوار بطريقة تانية خالص. لا 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 خالص، احنا عايزين نحل المشكلة عشان نمنع التفكك. هقول لحضرتك خلاصة الكلام ده، ان حضراتكم كمبادرات واللي بيسمعنا دلوقتي وهيتشجع بشغلكم ويقلدكم، يبقى هدفنا ان احنا نمنع تفكك الأسرة ونمنع الزوج والزوجة بالتوعية ان هم يروحوا للمحكمة، مش ان احنا ناخدهم لما يروحوا المحكمة. بالظبط، ما هو ده بيحصل ده بالفعل على فكره يا استاذ سامر. انا نفسي بقى اللي راح المحكمه صعب يرجع منها، حتى لو رجع بيرجع بحاجه مشروخه. انا نفسي
صحيح. طب تعالي على مسألة صحيح. النفقة، في حل للموضوع دوت؟ لنفرض ان الزوج ده كان فقير وما عندوش دخل، وما كانش فقير واتحكم له، لا لا واحد فقير اللي معهوش ما كانش يتجوز ويخلي، لا واحد فقير مثلا عامل نظافه يتجوز مره، اكمل لحضرتك اكمل لحضرتك لا والله ابدا، انت مش عايزه تسمعي قوي يا دكتوره، بالعكس والله انا مع الرجل ومع المراه بس في طب اللي معهوش ده ما يتجوزش وما يخلفش يعمل ايه يعني، يقضيها ايه سايبر؟ لا 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 هو يروح إيه؟ بيدفع مصاريف تانية للجواز ويرمي ولاده المفروض يعني الفقر عامل له ايه؟ عارفه سيدنا علي كرم الله وجهه كان بياكل السيده فاطمه ايه؟ في حاجه القانون نفسه، عارفه يا دكتوره؟ عارفه سيدنا علي كرم الله وجهه كان بياكل السيده فاطمه رضي الله عنها وارضاها ايه؟ تمره. احنا مش بنتكلم كده، احنا بنتكلم في حل. لنفرض ان انا رفعت قضيه نفقه وكان الراجل ده عامل نظافه والدخل جه مثلا للزوجه 500 جنيه 400 جنيه 600 جنيه حاجه بسيطه جدا. اقترحنا اليه ان يكون في حد ادنى للنفقه 1500 جنيه. حسب الوظيفه. ازاي؟ حد ادنى للنفقه بعيدا عن الزوج الغلبان. هنا بتيجي دور منظمات المجتمع المدني ودور الدولة، ازاي ان احنا نسند الام دي علشان الاطفال ما تبقاش اطفال طيب شوارع. خلوني عشان اريح السيدتين الجميلتين اللي معانا يا استاذ وليد، انه اهو نداء اهو لكل الرجال، راعوا ربنا وراعوا ضمائركم واعرفوا انه لو في نزعة انتقام او كراهية او ثأر بتخلصوها من ستاتكم او من طليقاتكم او من اللي كانوا زوجاتكم، اعرفوا ان الغضب والظلم والثمن بيدفعوا الولد مش بتدفعوا الست، لان في النهايه الرعايه والفلوس والنفقه المفروض تروح للولد. حلو كده؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حلو كده؟ تمام؟ استاذ تامر. يا دكتوره صح؟ انا سامع حضرتك. سيدنا رسول الله. يعني مش عاجبك برضه الكلام؟ لا بالعكس. يا استاذ تامر. طيب والمراه برضه انا بقول ليها أيوة. حاجه ثانيه. انا بقول لها اذا كان الرجل طيب وكويس معاكي ومحترم اوعي تضغطي عليه بالولاد ولا باي ولا بفلوس ولا الكلام ده، خليكي تكوني كويسه عشان اتقي شر الحليم. شوف اذا بقى غضب الكلام. شوف الكلام لما يظبط. شوف الكلام لما يظبط. لا ده واقع والله يا استاذ تامر، انا بقول لحضرتك الواقع من ساعه وفي... ما عملتوا موضوع القايمه ده وانتوا ابتديتوا ممدين قوي يا استاذ والله. ساعه ما قلت هاخد الدولاب وانا ماشيه وبتاع الكلام ده ليه 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 ايه؟ جواز سكن وموده ورحمه مش دولاب وسفره ونيش. بالظبط. فين احنا بقى اللي بنزود؟ احنا اللي بنقول ده الموده والرحمه لما بتيجي تكتب الكتاب. انا جاي الكلام ده جاي اتجوز حضرتك او بنت حضرتك، فبقول لك انا عايز بنتك وحوا، فبدل ما تقولي لي صونها واعملها وكذا وكذا تقول لي اكتب السفره والملايات ومش عارف ايه وكذا عشان لا. لا ما بيحصل. لا انا ما في بيحصل بس انت بتتكلم عن لا هي كل اسره تختلف فكريا. تختاري لها راجل مش تختاري لها فيزا. ايوه طبعا. معلش ما هو مش خد الدولاب يعني بص الراجل يرجع لك الدولاب والبوتاجاز وبنتك بتطلقها. بتتغير حضرتك هنعمل ايه؟ سيدنا رسول الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء اسما ان يضيع من يعول. اي واحد فينا بيعول يتقي الله ويتقي الله في ابنه ويتقي الله في اولاده. واي مراه لازم تعرف ان قطع صله الارحام الله عز وجل يخلصها في الدنيا كما يخلصها في الاخره، ولازم ان صلاح الاسره المصريه تقع على مسؤوليه المشرع المصري اللي بنتمنى ان يكون على قد طموحات الشعب المصري. شكرا. بعد ثورتين عظيمتين ومن فضلكم تعديل قانون الاحوال الشخصيه مش رفاهيه، من فضلكم احنا محتاجين شويه جراه وشرعوا لنا قانون جديد واعملوا لنا وسائل لحمايه الاسره المصريه، لان لا نهضه ولا حضاره بدون كل الاسره. وانا كرئيس مبادره مع لانقاذ الاسره المصريه بقول المبادره مع كل الاسره، بس هي المستشاره الاعلاميه النهارده متعصبه شويه. بحكم عام شرفتوني ونورتوني. شرفتوني ونورتوني. شكرا يا دكتوره. شرفتيني يا استاذ نور. شكرا. شرفتيني يا استاذ نور. طب ممكن اقول رساله بسيطه عشان اقول لكم ده رساله ثانيه واحده. انا بوجه رساله لسيده مصر الاولى، يا ريت تتولى شؤون المراه. هروح لحضراتكم في الختام عشان اثبت لكم ان انا كمان بحب المراه. عندنا حوار مع بس مش اي مراه بقى عندنا حوار بس مش مع اي مراه، عندنا مع ملك الجمال روسيا، وربنا يعني فيك شر روسيا وجمال روسيا. واحنا رايحين روسيا ان شاء الله. ان شاء الله. طب من فضلك عايزين دعوه لكاس العالم. الست المصريه اللي ربنا حط فيها غريزه انها تستحمل وتشيل حاجات كتير قوي، ما فيش اي مراه على وجه العالم تقدر تمام. تستحمل ليا شيء. طيب انا هدعوك تتفرج على مراه بتاعت روسيا وشوفي بقى ساعتها المراه بتشيل ايه. طيب الزميله العزيزه جيهان منصور اللي انضمت الينا في شبكه تلفزيون الحياه اجرت هذا الحوار مع ملكه جمال روسيا اللي بتقوم هذا الاسبوع بزياره القاهره، زارت معالم القاهره والاهرامات والمتحف وكذا، كاميرا الحياه كانت معاها واجرت هذا الحوار، وده ختام حلقتنا. نشوف حضرتك حلقه بكره من الحياه اليوم في امان الله.